سلطة السبانخ والبروكلي رح نحتاج لسبانخ من فرشكو، بروكلي، زبدة، ثوم، ليمون، زيت زيتون، فليفلة حمراء، ذرة وجبنة فتة. طيب أول إشي بدي أعمله عندي هون طنجرة صغيرة، ما رح أحطها على النار، بس رح أحط يا تمارة مي سخنة على البروكلي عشان شوي تطرى البروكلي. ما بدي اقول لك مش تكون ناشفة. ما بدي اياها كثير تستوي، بس بدي اياها هيك شوي طرية تطرى تصير. بالضبط. هلا بدي اخليها هيك بس دقيقتين، بعدين بدي ابلش اطبق فيها بالمقلاي، بدي اقلبها مع زبدة وباقي المكونات وهيك خلاص تقريبا مع السبانخ وبتكون خلطة. هون عندنا زبدة اوكي، بس رح احط البروكلي، صفيت البروكلي اللي حطينا عليها مي سخنة. يعني احنا بس هيك تقليبة عشان تاخذ نكهة. بدنا نحط الذرة، واخر اشي بدنا نحطه الفليفلة الحمراء. شوفي الالوان، ما هو انت يعني متمكنة بالموضوع الالوان وبتكسير الصحون مبدئيا. متمكنة حبيت وبتكسير الصحون. طيب اعطينا الصحن تبع السلطة. صحن السلطة اوكي. طبعا احنا اليوم عم نستخدم منتجات فريشكو. هذا سبانخ من فريشكو، بيبي سبانخ، بس انا مقطعته اليوم، بس دائما بتذكروا انه لازم تغسلوه كثير منيح قبل الاستخدام 100%. طيب هلا بس بدي اياها هيك تتقلب شوي تاخذ نكهة الزبدة. صحتين شباب، مين صحن ومعلقة؟ ليفون ما شاء الله خلاص صحة وعافية، بس اكلت بلا سلطة. لا صراحة كثير زاكي، انا بقول نوقف الحلقة واتغدى ونكمل. طب انا بقول انت خدي راحتك بالغداء وانا بكمل لك السلطه، اللي مش فاهمه كيف سلطه على النار انا، بس يلا مش مهم، في جزء من السلطه. واحد بعيش بتعلم، بعيش بتعلم بهالتلفزيون. كنت هاكله هم ايش بدي اتغدى اليوم. خلص تغديتي؟ طب شو رايك انت بهذا الحكي هيثم؟ هي بتتغدى وانا وياك بنحكي مع بعض على الكاميرات، مش مهم، يلا بسيطه. طيب. لا خلص جد اوكي كملي. ما بصير هذا الحكي. صحتين شبعتي كلك. بدي لوز، عم بستنى. اي لوز اعطيك؟ اوكي كمان. انا اعطيتك الصحن بس برضو اخذوه. طيب تمام، بدي عم بستناها بس شوي تسخن. طيب شوفي هلا هون بدنا نشوف معناته مجموعه من التعليقات. صبيحه بتقول صحتين والف عافيه، شكرا كثير لك كمان على قلبك. وبحمزه اهلا وسهلا فيك، شكرا لتواصلك معنا. سعاد قطاطو، تمارا يسعد قلبك على خفة دمك حبيبة قلبي، انت يلي بتجنني. كمان بتعرفي نعيم لما كان عم بقولنا عن ايش عم تعملي لين؟ ولا اشي، مش ايش عم اقول، انا بدي اضربك ددة ددة، بحس حالي بيبي مرة. عم بقول لك هون المنسف، منسف. أيوة. ايش حكينا احنا قبل شوي؟ منسف بخار؟ لا حراري. حراري. اشكرك اشكرك اشكرك. بقول لك مكون من الكبة وبدل الرز البرغل ولحمة العجل زي الستيك. تحياتي. مع احترامي بس ما هذا يعني المنسف؟ هذا مش منسف، هذا ما هذا، ما هذا المنسف، ما هذا المنسف. خلص مش معقول يعني، مش بنعمل بنعملها هاي الأكلة اللي قلت عنها، بس مش اسمها منسف، بنسميها إشي ثاني. على كل حال احنا هنا خلصنا، بدنا ناخذ من البروكلي والأشياء الزاكية نحطهم على السبانخ. يعني هي بتتقدم سخنة؟ تقدري تقدميها سخنة أو باردة. بصير تشمي الريحة، بحب ريحة الزبدة بس مع الذرة مع الكمون والليمون. خربت والله شهر. كمون وليمون زي هاي الكاسة اللي بناخدها، مش بنحط فيها كمون وليمون؟ ما بحط فيها إشي. لا أنا بقول له زبدة صراحة. وملح. لا أنا بحط ليمون وكمون، هاي اللي بتكون بالمول قصدك. ومالحة. أوف. بعدين بيصير في مرقة تشربيهم يا حبيبي. حبيبي طلعت 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 على الكاميرا كيف عن جد انه ابدعتي كيف، بس الالوان ممتازة. طيب هلا بدنا نضيف باقي الالوان زي ما قلتي. هاي جبنة، بس انا خايفة اسأل تطلع بالاخر كريمة. جبنة. الحمد لله. اشكرك يا رب. تمارا عرفت الفرق بين الجبنة وباقي الاشياء. انت مو فاهمة، امبارح ماما بتقولي على بالتليفون تمارا مونتي، بقولها شو بدي امون ماما، جبنة دجاج وجبنة كفتة وجبنة بعرف شو، يعني مونتي ماما؟ قلت لها ماما ايش قصدك مونتي؟ يعني اجيب يعني كثير جبنة، اجيب كثير لبنة، ايش لو مونتي انت رح تطبخي؟ مش اطبخ، هاي الارش السندويشات على اليمين، بس عارفه فيش شيء اسمه مونه، ما هو كل شيء بخرب بالاخر يعني. لا لا، اذا بتجيبي اشياء في اشياء بتضل مالنا حلوين.
كتكيت. يلا هلا نخلص السلطه على خير اليوم. عشان نخلص بس وجبه الغداء. طيب عشان نتغدى بالضبط، جوعنا. هلا بدنا نحط عليها جبنه فته، بنقدر جبنه حلوم اذا حبينا، نقدر نستغني عن الجبنه ما عندنا مشكله. يعني احنا الجبنه مش مقيدين فيها؟ لا مش مقيدين فيها. انا بدي احط هيك قطع من الجبنه، بحبها لما تكون الفته كريميه، تكون مالحه اكثر. ما هو انت هيك يمكن تعملي معادله بين الملوحه كل شيء. صح.